السلام عليكم، شكرا لك، جيتي اليوم مرحبتي بنا وتحياتي للصحافه. شكرا لهم بزاف. بالنسبه ديال المنتخب من 2004 انا قطع المنتخب، علاقه ما عندناش تسيير، تسيير بالنسبه ديال الجامعه ما كاينش تسيير، كاينين الناس في الجامعه بالنسبه ليا فوضويين. ما من 2004 ما عمرنا شفنا شي حاجه اللي غتفرحنا، شي حاجه صافي. انا قطع الكره، حجي نيبت القجع بالنسبه ليا في الكره، ما عطاوش شي حاجه اللي غتفرح الجمهور المغربي، وهذا الشيء ما فيه شي حاجه اللي بالنسبه ليا دوك الناس حاجه اللي غدرني في دماغي. هذوك الناس ما كيعرفوش كره، لا علاقه بكره، هما اللي خلاوني انا ما نمشيش للمنتخب باش نتفرج. ودونك انا المنتخب تيعجبني، ولكن التسيير ديال الثلاثه ديال الناس ما عجبنيش في الكره. شنو رايك في الغياب ديال زياش؟ زياش خصو يلعب. زياش دونك زياش كانت بلاصتو هذا الماتش اللي خسروا فيه المنتخب، راه كانت بلاص زياش. خاص زياش تيشد لك ثلاثه ديال اللعابه، اربعه ديال اللعابه، تيرون الماتش، يرون التيران. ما كاينش زياش خسرنا، اسمح لي. والمدرب حتى هو بالنسبه ليا ناقص شويه بزاف. وشكرا لك على هذا الحضور اللي حضرتي معايا، شكرا لك مع السي موبيلال والتحيات. المنتخب عندنا الوزاد والرجاء، هو اللي عندنا حنا. المنتخب ما عندناش، حنا هادشي غدا زمور. علاش؟ ما كيلعبوش، ما كيلعبوش، ما كيجيبوش اللعبه اللي كيلعبوا. شنو اللعبه اللي تبغيهم يكونوا في المنتخب؟ ايوا هذوك اللي ما لعبوش هيك. ما تنساوش تتابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا، وفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد. ديروا شير الفيديو وبارطاجوا الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.